أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع أم أنه بدعة؟ القيام بعد الركوع يقبض يديه كقبضهما قبل الركوع، لأن هذا قيام يستوي فيه ما قبل الركوع وما بعده، فما الذي يخصص ما بعد الركوع الذي يجعل السنة في قبض اليدين قبل الركوع فقط؟ ما الذي يخصص ما بعد الركوع وهو قيام؟ من يجيب دليل على هذا؟ وكما تقرؤون في رسائل الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يرد على من يقول إنه يسبل يديه بعد الركوع، بل يقول إنه يقبضهما كما قبل الركوع. نعم.